مساء الفل. النهاردة الصبح أنا كنت في الجان رينج، وكان كنت طالع بضرب الموديل 308، بعدين حصل مش فاير. اوكي، مش فاير خد تقريبا حوالي 20 ثانية، فالمفروض إن أنا بفضل مستني وحاطط البندقية على الستاند بنفس المنظر ده، سيبها على مكانها زي ما هي. بعدين بعد ال20 ثانية معدوا، فجأة لقينا لقيت البتاع ده راح مطرقع، الطلقة طلعت خرجت والبندقية نطت من مكانها. بعدين لقيت الخزنة مكسورة من هنا، الخزنة اتكسرت وخرجت بره جوه. طيب، وانا مع السينيورز الموجودين هناك في الكلاب كل قاعد يقول لي واضح ان بونديزك فيها رايش من قدام او فيها مشكله، فيا اما توديها لجان سميث يا اما تنظف وتشوف ايه اللي تسبب في الكلام ده، يا اما ممكن يكون البين ما كانش بيضرب كويس. فانا قررت ان انا هفك البندقيه. انا كلمت صديق عمري في امريكا قبل ما اعمل العمله السوداء دي، لان كان حصل معايا مشاكل في نفس البندقيه، ولكن واضح ان البندقيه فيها جزء لو كواليتي او حاجه زي كده. المهم، او ممكن يكون الموضوع كله له علاقه بالنظافه يعني. ف هنفك الانيسه دي، هشيل من عليها اللوك دلوقتي، هستخدم العده الجميله دي عشان ننظفها. خليكم معايا. كده فورت اللوك بتاعها. كده البولت اكشن فتح. خفيفة هنا على الزناد والزرار ده في نفس الوقت. ده اسحب ده ورا، بولت اكشن خرج. السيخ دوت انا مجمعه قبل ما ابتدي شغل في الموضوع. اختار الهيد المناسب ليه من هنا ونديها زيت ونزق من عند فتحة مكان البولت اكشن لقدام لحد ما تخرج. طبعا بما ان الانسه دي فيها ثواني، يعني بن هنستخدمه، هنستخدم بن ده اللي هيفوت من هنا. كنا بنقول ايه؟ ما ينفعش استخدم هنا برش حديد، البراشز الستيل دي ما بتنفعش مع ما الصح البنادق البولت اكشن عموما. اللي اتكلم معايا في الحته دي هو صديق عمري من امريكا، قال لي غلط، ده هيبوظ البندقية نفسها من جوه. انا كل اللي هنعمله هركب البراشز ده كده اهو، ونروح حاطين البيبر اللطيفه دي كده هنا وشه، وخش لحد ما يطلع من الناحية التانية. بس ادي اول مرة، هنقعد نكرر بقى العملية دي بنفس الشكل. ادي السيخ راكب جواها، نطلع هات نفس البيبر نحطه هنا.
بس ايه كده، ونقعد نكرر نفس العملية وخلاص. وبعد كده ده الزيت اللي بنستخدمه بالسلاح جاي مع نفس الكت. الكت دي انا جايبها من كابيلا، ثمنها تقريبا حوالي 17 دولار، هي بتاعة التنظيف. في واحد فيهم انتي راست، وفي واحد اويل لوبريكنت. احنا هنستخدمه اللوبريكنت اهو، اوبر جان اويل هو ده. ده مش هنستخدمه. جارب براش كلينر نو، مش هنستخدم ده، هنزيب بس. يلا يومكم جميل. المهم ان الخزنه اللي ضربت دي في الاول وفي الاخر 68 دولار، مش حاجه، بس بتبقى سخيفه جدا ان هي ما بترضاش تمسك في البندقيه من جوه، فبتضطر تستخدم البولت اكشن ده طلقه طلقه. وفي حاجه زي كده لما بتبقى بتصطاد انت محتاج تعمر بسرعه، فما ما بتبقاش حاجه مناسبه يعني، يعني الغزال مش هيستناك. يلا يومكم جميل، سلام.